اسمحوا لي حبس الرسالة الصوتية ديالي، كان جاتني واحد المكالمة. قلت لكم اخوان هذا السيد يعتبر راسه هو ومن معه بانه هو شر الفرقة، لان وقت اللي يهضروا معنا يهضر شي حد تهضرنا على ماله الخاص، وقت اللي يهضر معنا شي واحد تهضرنا من جيبه تهضر، وما شافش الناس تخسروا يمكن قبل ما يتزاد هو اش خسروا على هذه الفرقة. اللي تخسر على هذه الفرقة راه لا يحصى، لا في بنادم ولا في المادي ولا في الأرواح ولا في هاد الناس. طلبوا منا نرجعوا لله ورجعنا لله، طلبوا منا نبقاو نتسينوا المفاجآت لأنهم كيشتغلوا بسرية، تستينا المفاجآت. للأسف المفاجآت كلها المبتدئ في التشير الرياضي وفي كرة القدم غادي يحكم على هاد الناس اللي جاب بانهم خردة. لا فراي سيدي مؤمن، لا فراي سيدي مؤمن. ثلاثة أربعة جمعهم ما يديروش وردي، جوج جمعهم كنظن ما يديروش حتى العرجون. السمية ديال المتولد جمع خمسة من هادو ما ديرهاش الميزان مع متولي. انا ما تنقول دابا متولي خصو يبقى ولا خصو يمشي ولا الورد خصو يبقى ولا كاين كومباريزون. وقت اللي ناضوا لينا كيبخسوا العمل اللي قاموا به الناس اللي دازوا، المكاتب اللي دازت، حتى المكاتب اللي فشلات، حتى المكاتب اللي فشلات راه خلات الحسنات، وحتى المكاتب اللي فشلات هذا المكتب بين شي حوايج كانوا فيهم كنا كنعتبرهم فيهم ما دارهمش مزيان، هاد المكتب بينوا بانهم كانوا مزيانين. وماشي بهاد الفهامة وبهاد الزعامة وبهاد الفوضى وبهاد الاقصاء ديال المنخرطين وبهاد التحدي وبهاد العجرافة غادي الرجاء غادي تزيد لقدام. نتمنى النجاح والتوفيق لهذا البرنامج، وانا ما عارفش هذا البرنامج ما عارفوش، اللي عارف هذا البرنامج ودرسه وتصنت ليه وعنده عليه نقاط يفيدنا. انا ما عارفين برنامج، كنا نتمنى النجاح لهذا البرنامج بدون ما تشوف واحد ما طالع على شي برنامج. ما عندناش برنامج، ما عندناش شي عقده، ما عندناش شي حاجه، شي اتفاق، شي عهد مع هذا السيد هذا، ما عندنا والو. ما كتربطنا به، ما هو ما كتربطوا بينا حتى حاجه، هو متحرر منا حنايا، ما عند ما موعدنا ما هضر معانا ما والو، ما نسوقش لينا كاع ما عندي حتى حاجه معاه. انا على اي برنامج كنهضروا ولا اي مستقبل كنهضروا، مستقبل راه كيبان لي بانه مستقبل غيكون نيت ديال 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 الحرب العالميه الثالثه. نيت مستقبل كيبان لي ديال الحرب العالميه الثالثه، ولكن بغيت نقول ليه بانه راه اللي ديكلارا لا كير راه ما يقدش يحبسها، راه ما يقدش يحبسها. الا بغى يدير لا كير مع الناس ديال الرجاء راه ما يقدش يحبسها وما يقدش عليهم. هذاك الجمهور وهذوك الصفحات اللي تطبلوا ليه راه غدا غادي يكتشفوا بانهم كانوا ضحيه ديال تدليس وديال كذوب وديال اشهارات خاويه، وراهم بداو كيفيقوا، راه بداو شي وحدين كيفيقوا من البنج، بداو كيفيقوا من البنج، لان ما كناش كنتظروا هذا الشيء، حتى واحد ما كان كينتظر هذا الشيء. راه ما كاين، الناس راهم خدامين بدون حتى حاجه، ودايرين انتدابات اللي باغين على حساب الامكانيات على حساب لي بوست، بدون تهلال، بدون بهرجة، بدون والو. ناطق الرسمي راكم شفتوا اللي كيعبر على الراي ولا الاراء ديال اعضاء المكتب كيعبر عليهم الناطق الرسمي على الكلام، وراه كلامهم راه سمعتوا اش قال، والرئيس راكم سمعتوا اش قال. الله يرحم الوالدين، لما نتحدوا ما يدوز الكونجي خصنا نوضوا ونرجعوا راسنا للحرب العالميه الثالثه.